ايش هنقوم يا راجل؟ في حرامي. خليه يخش. اقول لك حرامي ايش حرامي حرامي يا رجل بره هنا عندنا هتعملي ايه؟ انا اللي هعمل ايه شعبان؟ صوتي ولبي الجيران. لا خاف اصوت احسن يكون معي سكينه. سكينه يابا يابا. لا والنبي يابا النبي يابا يا رجل سكينه يابا. لا والنبي يابا حياة ابوك حياة ابوك اطلعي وحياة ابوك. يا فضحتي انت بتستخبى تحت السرير يا شعبان. اطلعي يا شعبان. اطلعي له انت قولي له انك انت متطلقه ولا ارمله يمكن تصعبي عليه ويسيبك ويمشي وحياة ابوك وحياة ابوك. لا خاف اقول له كده احسن يغتصبني. طب برضه ما تقولوش ان انا هنا لا يغتصبني انا كمان وحياة ابوك وحياة ابوك معلش. بصي جسمي بيعمل ازاي؟ بصي جسمي بيعمل ازاي؟ يا بنتي اوعي تضربي جامد لك اعمل لنا محضر في الاسم ويودينا في داهيه يا بنتي. ولا بيفكر استر يا رب. يلا تحت السرير والمصحف. يلا شعبان مسكناها البس هدومك عشان نوديه الاسم. يلا لا اسمي ايه؟ لا مش عايز اروح الاسم. انا مسامحه انا مسامحه خلاص. ما تطرطش يا فرجاني. صحيح الحكايه دي يا بابا؟ عمر قوم كمل لبسك هنروح الملاهي. وانت بتخاف من الحاجات التافهه دي؟ سكت بوجه صاحبك ده مش كفايه تنين العربيه؟ بس يا ابني وهو هو ما بيخافش من اي حاجه. لا يا ابني مش للدرجه دي. ما فيش حد ما بيخافش من اي حاجه. يعني ممكن تلاقي واحد طول بعرض زي الشحت قد بوجه كده وتلاقيه مثلا بيخاف من الصرصار. وفي ناس بتخاف من الضلمه، ناس بتخاف من الكهرباء، ناس بتخاف من البحر. وانت بقى يا عم بتخاف من ايه في كل دول؟ انا الحقيقه بخاف من كل دول. ده حتى النهارده جم ياخدوا رايي في التلفزيون وقلت رايي بكل جرأه وشجاعه. بجد هو التلفزيون صورك؟ طبعا كنا عاملين وقفه احتجاجيه والتلفزيون جاي يسجل معانا. كل زمايلي قالوا مفيش حد يقول رايه بجراءه غير شعبان. المذيع سالني قال لي ايه رايك في حكايه غلاء الاسعار وزياده المرتبات؟ قلت له هو الرئيس زود المرتبات من هنا والحكومه زود الاسعار من هنا؟ هنلاقيها من المرور ولا من الضرايب العقاريه؟ ارحمونا بقى. حاسس يا عم في لجنه. يا نهار اسود في حد في كتله فيلم متراقب ولا حاجه؟ نعم. امال ايه؟ امال واقفين اللجنه هنا ليه؟ سمعونا ولا ايه؟ لا يكونوا سمعونا ولا حاجه. لا يا عم خش ما حدش سمعنا ولا حاجه ما تخافش. برشام في ايه؟ ايه يا بابا في ايه؟ في ايه يا بابا؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. ناولني ازازه الماء اللي تحتك ده. ناولني ازازه الماء اللي تحتك ده. هي بل بقى ايه؟ لا مفيش حاجه. ده برشام في نفسي. مالك عرقان كده وبتترعش؟ لا مفيش حاجه يا سيادتك يا فندم. فتش لي الشنطه وشوف لي رخص. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا فندم. والنبي يا عم عايزين نروح. انت بترتعش كده ليه يالا؟ ما تقولش لبابا يالا. بس يا عمر بس يا عمر بقى اتكلم الباشا الامين كويس. هو في ايه؟ والنبي يا عم عايزين نروح. انت خاطف العيال دي ولا ايه؟ خاطف عيال ايه؟ ده عيالي وده عيلته اتخطف دول اختفوا بلد سيادتك. ده ابني نزلهم لي يا ابني للباشا ما نشوف ليلته مين النهارده. لا لا احنا مالناش دعوه. ما تكلمناش كده ومالكش دعوه بيه. الواد ده شكله عايز يتقدم. انزلي تعالى. ده يا فندم ده عيل صغير. انزلي انت هتكبر ليه الموضوع حضرتك وبعدين بقى انزل تعالى.
فتشت العربية يا ابني؟ اه تمام يا فندم، وملناش فيها أي حاجة. أمال مالك مدهول في نفسك وعرقان ليه كده؟ أنت جاي منين؟ جايين من الملاهي. بس يا عمر كلم الباشا عادل، جايين من مدينة الألعاب يا فندم سامي. امسك يلا اتكل على الله، اديله الرخص. يعني ايه خلاص كده طلعنا براءة احنا كده ولا ايه؟ روح ربنا يكرمك، ربنا ينصركم على اعدائكم، روح ربنا يعلي مرتبك، ربنا يكرمك يا بابا. كفايه بقى كفايه، حرتني قدام صحابي. ربنا ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا قادر يا كريم، ربنا يكرمك. زقه بس يا سياده. بص بابا يا عمر. فين بصت بابا؟ عمر بابا لا تكلمني تاني ولا تيجي تاخدني، انا مش عايز افسح معاك خالص. عمر قلقانة من ايه؟ ده واحد شغلته كده، لا هيعرف احنا مين ولا عايزين الورق ده ليه؟ يعني انت مطمن للراجل ده؟ يا حبيبتي الناس دول ما بيبقوش عايزين مشاكل، اللي بنطلبه منهم بينفذوه واللي بيطلبوه بياخدوه. بصي بقى ركزي معايا، احنا نبعت عربيه بسواق توصله لغايه الفيلا، يخلص ويحصلنا على المطار. هتعملي ايه؟ هكلم عاصم افهمه اللي هيحصل. لا لا عاصم ايه؟ لما الورق يبقى في ايدينا ساعتها نبقى نكلم عاصم، واللي هنطلبه منه هيدفعه غصب عنه. فك الكلبشات من ايديهم يا بخيمر. مفيش في ايديهم كلبشات، فكتها ساعات. يعني ايه مفيش كلبشات في ايديهم؟ افرد يرضوا. ريلاكس يا عم. ريلاكس، انا مش عايزكم تخافوا مني خالص، عايزكم تفتحوا لي قلوبكم على الاخر بالقوي. عايزكوا تعتبروني ظابطكوا الانتيم. انت كنت فين يا حاج ساعه من المخزن اتحرق؟ ايه يا ساعه البيه، ربنا يعلي مرادبك، احنا واقفين عجب علينا ناس ضربونا بيه وما فوقناش يا باشا لما لقينا النار ولا حوالينا، بس الحمد لله ربنا نجينا يا باشا وواقفين قدام حضرتك اهو. الحمد لله. هات السيجاره يا حاج، هات السيجاره سكيورتي. اخلص وحياه امي ما هتخرجوا من هنا غير لما اعرف مين اللي حرق المخزن، وما تقلقوش هي